السلام عليكم متتبعين قناة الطبخ مع عزيز العبدي، كديرين بخير لباس عليكم، نتمنى نلقاكم صحة جيدة وفي أحسن الأحوال كيف ديما. كنشكر جميع الإخوان والأخوات من أرض الوطن وخارج أرض الوطن على التفاعل الدائم ديالكم مع القناة. الله يحفظكم والله يضمنكم والله يكبر بكم والله يسر أموركم كاملين. والعبدي دائما ما كاين غير جو جاد والجديد، بما أن هذا الفصل مثلا كنقولوا احنا فصل الشتاء، غيدخل فصل الشتاء وكتكون هذه النزلات البرديه اللي كتكون قاصحه على جسم الانسان. اليوم العبدي جاب لكم الدواء ديال البرد اللي غيقوي المناعه ديالكم والمناعه ديال توليداتكم، طريقه شعبيه بدويه تقليديه من يعني من جدودنا الاولين. تبعوا الطريقه والوصفه اللي غنقدم لكم ونتمنى هاتنا الاعجاب ديالكم وترضيكم، وكتبوا لي في الكومنتيرات كيفاش، ولكن غتبعوا الوصفه بالحذافير ديالها بالطريقه وغتنجح معاكم ان شاء الله. وهالعبدي معاكم دائما، مرحبا بكم ان شاء الله. دابا باش غادي ندخلوا ناخذ الشريحه هي الاولى ومن بعد نمشيو للدار نشوفوا اشنو غادي نديروا. مرحبا بالجميع. كيف ما كتشاهدوا دابا الشريحه ديالتنا هي هذه، ها انتم كيف ما كتشاهدوا هذه الشريحه اللي غادي نخدموا عليها ان شاء الله هذا النوع من الدواء. وتابعونا ان شاء الله ونتمنوا الفيديو لا السابق ولا اللاحق يكون في المستوى المطلوب. ومرحبا بنا عندكم ومرحبا بكم عندنا، ودائما وصفات عزيز العبدي تكون في المستوى المطلوب ومرحبا بالجميع. وهباكم العبدي راه كيف الصوفان تاعنا كروينه كتعجبني. المهم الركبه بحال هكايا كنشم واحد الهواء اللي هو نقي، وتشوف بعينيك الحباب وشوفوك الحباب. ومرحبا بخوتنا المغاربه بالجاليه، كنشكر الناس اللي كيتلاقاو معايا في الشارع من مدن اخرى، وكنتلاقى معاهم مثلا في مدينه اسفي اللي كنكون نازل تمايا. الله يجازيكم بخير والله يحفظكم والله يضمنكم والله ييسر اموركم كاملين. وشكرا على الناس اللي كيتصلوا بيا هاتفيا من ارض الوطن او خارج ارض الوطن، الله يحفظكم والله ييسر اموركم كاملين كاملين بدون استثناء. دور عفوا ولدي من هنا بسم الله. وتبارك الله على خوتنا المغاربه اينما كنتم واينما حللتم في جميع بقاع العالم، مرحبا بكم. ودابا كيف ما كتشاهدوا بعد ما وصلنا للدار، تقدينا الشريحه، تقدينا الثومه، تقدينا الزعتر، زيت الزيتون بالطبيعه. نوريكم اليوم كيفاش غادي ندير هذه الوصفه ديال الاجداد، الطب البديل، عوض ما غنبقاو نهلكو فداتنا بالادويه ديال نقولوا حنا الفرماسيان والشركات وكذا وكذا. المهم حنا غنرجعوا لعاداتنا البدويه التقليديه، الطب البديل والشعبي. وهذه الوصفه كونوا اكيدين راها مجربه وفعاله وكتعطي واحد النتيجه اللي هي 100% لوليداتكم ليكم والديكم الناس اللي محيطين بكم، كتحميكم من نزلات البرديه. وبما انك قلت لكم دابا شهر 12 هو على الابواب او دخل، كاين الليالي، وهاد الليالي فيها 40 يوم كتكون بارده سيرتو الى ما صبتش فيها الشتاء. ثاني هذا حنا كنحاربوها قبل لا تحاربنا. وتابعونا ان شاء الله باش غادي نشاركوا معكم المكونات. كيف ما كتشاهدوا عندي 3 كيلو ديال الشريحه بالنسبه لي انا، بالنسبه لكم انتوما واخا غير رابعه. انا ماشي غنفرض عليكم بالضبط الكميه، لان هذه الكميه مثلا غنتفرق. هنا عندي نص كيلو ديال الثومه حمراء، ثومه حمراء منقيه كيف ما كتشاهدوا، واذا كانت كبيره كنقسمها على جوج. هنا بالنسبه عندي الزعتر، الزعتر الزعتر كلشي الناس كيعرفوه. بالنسبه للزعتر هو هذا، بالنسبه لهذا غسلته ونشفته باش غادي نستخدمه. بالنسبه لهذا مازال ما مغسولش، كتكون فيه التراب كيكون فيه الاوساخ، فلهذا يستحسن انه يتغسل قبطه وينشف وعاد كنشدو كنفرسكو بهاد الطريقة، يعني كنحيد منو داك العود، العود أنا ما خدامش ليا. وهنا
كيبقى زيت الزيتون احمر. زيت الزيتون كيف ما كتشاهدوا هو هذا. المهم ها هو زيت الزيتون. تقريبا انا عندي ترونس، غنشوف القرعات اللي غادي نخدم بهم شحال غيكفوني فيهم. وهنا بالنسبه كي قلت لكم الشريحه، شوفوا الشريحه كيفاش دايره. الشريحه حتى هي كناخذها كنغسلها مزيان في واحد البانيو باش تحيد من داك الوساخ وداك التراب، ولا كاين شي مواد حافظه راكم عارفين كيفاش كتكون. المهم كتحيد منها. بالنسبه للشريحه هي هذه، انتوما الشكل ديالها كيفاش داير. دابا ان شاء الله بعد ما غسلتها ونشفتها مزيان، حطيت التقطرات حتى نشفات مزيان، دوزت على واحد الشيفون باش تحيد من هذيك الماء يعني ما يبقاش فيها. وتابعوني دابا ان شاء الله اشنو غادي ندير. هنا كيف ما كتشاهدوا عندي البرمه بالكسكاس، تبعوا الطريقه كيفاش غادي ندير لها. بالنسبه لهاد الشريحه كيف ما كتشاهدوا كناخذ الموس ديالي، كناخذ الموس باش غادي نفتحها من هنا يعني ندير فيها الثومه، ومن بعد ان شاء الله كنستفها في الكسكاس البرمه فيها الماء وكنطلع فيها الفوره كنبخرها، وعاد كنتم ندير مرحله اخرى. تابعونا ان شاء الله حتى النهايه. نتمنى الفيديو ينال اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم، ومرحبا بكم كاملين في مطبخ خوكم عز العبدي في بيت المتواضع، وقبلوا علينا كيف نحنا. مرحبا بالجميع. هنا بسم الله على بركه الله كيف ما كتشاهدوا كناخذ الشريحه ديالتي بهذا الشكل، كنحاول نفتحها من الفوق بحال هكايا. هانتوما كيفاش كتشاهدوا بحال هكايا. كناخذ الثومه ديالتي بهذا الشكل، نصف ديال الثومه او ثومه صغيره على حسب الحجم اللي عندكم انتوما في الثومه، وكندخلها وسط منها هكا وكنحط بهذا الشكل. صافي كنستمر على العمليه بهذا الشكل انتوما، غير كنفتح غير يعني ما كنفتحش الشريحه كامله كيف ما كتشاهدوا، كنفتح فيها غير واحد الفجوه بحال هكايا. وكناخذ كذلك الثومه بهذا الشكل وكنوضعها وسط منها صافي، وكنضغط عليها بحال هكايا حتى كنكمل. وتابعونا ان شاء الله. هنا كيف ما كتشاهدوا دابا هانتوما الثومه درتها وسط سميتو وسط هاد الشريحه بهذا الشكل. تقريبا درت هنا شي 2 كيلو، 2 كيلو ديال الثومه 2 كيلو ديال الشريحه عفوا، عمرتهم بالثومه. ما تبقى ليا غادي ندير ليه طريقه اخرى، لان هذا غادي نرحيه هنا باش غادي نخلط معاه هاد الثومه، غنفورها معاه بحال هكايا. هذا غادي نطحنو بسميتو غادي نطحنو، وبالنسبه لهذا غادي غير نفورو وغادي نديرو في القرعه ان شاء الله، ونضيف عليه زيت الزيتون. كي قلت لكم هذا غادي نرحيه، ونرحيه مع الزعتر وعاد وسميتو وزيت الزيتون. تبعوا الطريقه باش كل واحد ياخذ يعني الفكره كيفاش غادي ندير. كاينين هنا بعض الناس كيف كنقولوا حنايا اللي كتغلبهم بالنسبه للناس الكبار او الناس اللي يعني كيكونوا مغيرين الطقم ديال الاسنان ديالهم كتغلبهم الشريحه. حنا كنعرفوا الشريحه صعيبه في النضيغ ديالها كتولي كتجرح، فلهذا غادي ناخذ هذا الكيلو اللي بقى ليا غادي نطحنه بزيت الزيتون والزعتر باش الانسان اللي يبغي ياكلو ياكلو بالملعقه العاشق ياكلو عادي. وتحياتي لخوتنا المغاربه ومرحبا بكم والف مرحبا بالجميع. بالنسبه للبرمانه رديتها صفور ان شاء الله، وتابعونا. هنا كيف ما كتشاهدوا دابا انا خديت الشريحه ديالتي ووضعتها وسط الكسكاس باش غادي يطلع فيها الفابور
سميتو يطلع فيها الفابور تقريبا واحد ربع ساعة، ربع ساعة تقريبا، ما بين 10 دقائق ربع ساعة، بلا ما كنحس بها رطابت واحد شوية أو خد هذيك التومة اللي وصلت منها طابت كيف ما كتشاهدوا. هذه التومة كنحسوا بها يعني ملي كنقلبوها كنلقاوها طابت، هنا كنطفو عليها وكنخليوها حتى تبرد وغادي نوريكم اشنو غادي ندير ليها. هنا بالنسبة للشريحة الثانية كيف ما كتشاهدوا، يعني حتى هي درتها في الكسكاس بالتومة ديالتها بحال هكايا بلا ما ندخلها وسط منها، وانتم لكم الاختيار، انا عندي جوج الطرق وانتم بالنسبة لكم يعني واسع النظر والاختيار كيف ما بغيتوا. بغيتوا ديروا بهذه الطريقة اهلا وسهلا بكم، بغيتوا ديروا بهذه الطريقة يا هلا وسهلا فيكم، كيف ما بغيتوا مرحبا بكم. خوكم العبدي كيوريكم غير الطرق، وانتم المهم انا كنقرب او كنبسط عليكم الطرق كيفاش كنستعملوهم وكيفاش كنخدموهم، هذا هو اللي كاين. وكنتمنى الفيديو ينال اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم، ومرحبا بخوتنا المغاربه اينما كنتم واينما ارتحلتم في جميع بقاع العالم، وتابعونا ان شاء الله حتى تفور هالفابور هو جاي طالع كيف ما كتشاهدوا، تابعونا ان شاء الله. المهم انا كنغطيه بواحد كنغطيهم تقريبا بواحد لغطة ديال طنجرة ولا كذا تبصيل ولا شي حاجة، المهم باش كترجع لهم داك الفابور كتساعدنا في الطياب. او هباكم العبدي كيف فور، هباكم العبدي سي فور، هاني غطيت كيف فيكم غطاء ديال طنجرة، شوفوا الفابور كيفاش كيخرج هنا باش غيرجع لي داك الفابور وغادا طيب. كذلك هو مثال هاد سميتو هاد الكسكاس الثاني، وهاد الطريقة كي قلت لكم طريقة شعبية بدوية من التراث القديم باش كانوا كيداو الأباهات ديالنا والأجداد ديالنا والأمهات ديالنا. يعني شنو نقول لكم، يا ليت الزمان يعود يوما، أقسم بالله العلي العظيم إلا بكري أنا كنعقل عليها، أنا هاد العبد المذنب اللي قدامكم كنعقل عليها. ونصيحة لخوتنا المغاربة، كانوا ملي كيشدونا الحلاقم كيضرونا الحلاقم، يعني اللوزتين كيمرضوا، وانا من الناس اللي حاضرين عليه اللو يعني الحلاقم. باش كنا كنداوو واحد النوع من الشوك كيتسمى النقير، تقريبا الاغلبيه ديال المغاربه الناس القدام راه كيعرفوا هذا النوع من الشوك، كينوض في الخلا في وقت الصيف في الحصيده، كنقولوا حنا في الحصيده في الاراضي الزراعيه، كنمشيو كناخذوا هذاك النقير كنجيبوه للدار كنغسلوه وكنفيضوا به الحليب بحال فيضنا الحليب بالزعتر او الحليب باللويزه، كيشربوه لينا والدينا وكيغطونا، الصباح كنصبحوا صحه سلام ما كاينه حتى شي حاجه، كانت مروت كيقطروا لنا في ودنينا، الخل كيقطروا لنا في ودنينا باش الودنين ما يضروناش. اليوم علي مرض السبيطار، علي مرض الفرماسيان، علي والو ما كاين حتى شي حاجه، حتى المناعه ديالتنا تخربات. انا واحد من هاد الناس اللي كنعيش بالادويه حاليا وما قدات معايا حتى شي حاجه، ما قدات معايا. كنتمنى السلامه لينا ولكم ولجميع المسلمين، والله يحفظكم والله يضمنكم والله ييسر اموركم والله ينقي الشوك من طريقكم، وتحيه لخوتنا المغاربه اينما كنتم في جميع بقاع العالم، خوتنا العرب واللي قالها زوينه مرحبا، واللي ما قالها زوينه مرحبا، واللي دار لايك مرحبا، واللي ما دار اللي دار ديزلايك مرحبا، ومرحبا بكم كاملين، راكم كلكم عزازه في القلب وتحيه لكم كاملين، مرحبا بكم. تبعوا معايا الوصفه ان شاء الله، ونتمنى نكون انا نخفي في الظل على قلوبكم، وسمحوا اليوم ما دارش مني قله الصواب. هنا كيف قلت لكم بالنسبه النص الاول اللي غادي بالنسبه لهاد الكسكاس اللي فورتو الثومة يعني ماشي وسط الشريحة فورتو معاها، غادي تشوفوا لي شنو غادي ندير لي ان شاء الله، غادي نطحنوا بهاد الآلة وغادي نديروا في هاد القرعة كيف ما كتشاهدوا ديال الزاج مغسولة بالماء سخون وشوية ديال الخل، كذلك هادي حتى هي مغسولة بالماء سخون وشوية ديال الخل، يعني كنقولوا حنا كنعقمهم كنعقمهم لان ما غاديش نديرو فيهم حاجه ديال الاكل من غير تعقيم، الماء سخون وشويه الخل كيعقمهم، وتابعونا ان شاء الله حتى نكملوا. هنا دابا هانتوما كيف ما كتشاهدوا بسم الله
هنا دابا باش غادي نقلب الثومه ديالتي وسط الشريحه ونشوفها واش طابت. بالنسبه ليها دابا طابت. هانتوما شوفنا شنو غادي نضيف. هنا غادي نضيف واحد الرشه ديال الزعتر. علاش ما درتهاش من الاول؟ باش داك الزعتر يعني يبقى بديك النكهه ديالته، لانني دابا غادي نطفي. هانتوما كيف ما كتشاهدوا الزعتر بداك الفابور اللي هو طالع من ديك سميتو من ديك الكسكاس مع ديك الشريحه مع ديك الثومه. صافي غادي نطفي عليه دابا بعد ما طابس كي قلت لكم بحال هكايا، وغادي نطفي عليه الغاز. صافي طفيت عليه كنخليه يرجع عليه. بالنسبه لهاد الثومه كذلك هو مثال. ها انتوما كيفاش كنقلبوها قدامكم. هذه مازال واحد شويه ونرجعوا لها ان شاء الله. هنا دابا كيف ما كتشاهدوا بعد ما طابت هذيك الشريحه ديالتي والثومه، غادي نرش عليها هنا واحد شويه ديال الزعتر كيف ما كتشاهدوا، وما تبقى غادي نوريكم اشنو غادي ندير به. دائما النار تكون مهيله، يعني المبوطه تكون ناقصه من اللي تبدا تطلعوا فيها الفابور. انا تقريبا خدات مني واحد ربع ساعه ديال الوقت، وانتم على حسب النوعيه ديال الشريحه والنوعيه ديال الثومه اللي عندكم، يا تقدروا تزيدوا على الوقت يا تقدر نفس الوقت اللي درت انايا. ومرحبا بكم، شوفوني دابا اشنو غادي ندير بعد ما غادي نطفي عليها البوطه. هنا دابا بالنسبه ل كيف ما كتشاهدوا هانتوما الثومه هي طابت هي والشريحه ديالتي. هنا باش غادي ناخذ واحد القرعه من هاد القراعي وشوفوني اشنو غادي ندير بعد ما غيبرد واحد شويه. هنا خديت الشريحه ديالتي درتها في هاد القرعه كيف ما كتشاهدوا. دابا هنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. هنا كناخذ زيت الزيتون ها انتم كيف ما كتشاهدوا، وكنفرغوا عليها بهذا الشكل. وكنحاول ما امكن انني نغبر ديك الشريحه تحت الزيت، دائما نخلي الزيت فوق الشريحه. ويستحب انكم لو ديروا مغرف ديال العود يكون احسن كيف ما كتشاهدوا. هنا دابا باش غادي ناخذ واحد شويه ديال الزعتر كيف ما كتشاهدوا، وغادي نرشوا عليه من الفوق. هنا صافي كنسد هذه القرعه ديالتي، بقى عندي القرعه اخرى، تعالوا غنوريكم اشنو غادي ندير ليها. بالنسبه للثاني كيف ما كتشاهدوا بعد ما هانتوما الثومه كيفاش طابت، الشريحه كذلك ومثال، شوفوني اشنو غادي ندير. هنا كيف ما كتشاهدوا طحنته بالحادقه، ما ساعدتنيش خسرت لي ديك العشوار. المهم انا طحنته بهاد الماكينه الحادقه كيف ما كتشاهدوا، الموتور ديالو هو هذا الشكل ديالو. هانتوما كيفاش كيجي، كيجي بحال المعجون، كنقولوا حنا بحال الكونفيتير ديال الكرموس بزيت الزيتون، كنطحنو بزيت الزيتون. دابا ملي طحنته ان شاء الله انا غادي نديرو في القرعه وتابعوني. انا دابا غادي نطحن ما تبقى هذا. كندير في ليها الزيت الزيتون، انا حتى عندي واحد الجوان هنايا كيف ما كتشاهدوا، يعني ما كتصهرش. شوفوا هاد الحادقه شحال عندها ديال الاستعمالات، سبحان الله العظيم. انتوما
صافي الحكايه كنستمر على العمليه حتى كنكمل. وهنا دابا بعد ما كملنا كيف ما كتشاهدوا هذا بالنسبه ليه الشريحه اللي طحنت، شوفوا كيفاش هي وزيت الزيتون انتوما كيفاش كتجي الشريحه وزيت الزيتون والثومه والزعتر كتجي بحال شكل الكونفيتير او المعجون. هنا بالنسبه للشريحه اللي بغاها قصينا بهذا الشكل كي قلت لكم كتغطى بزيت الزيتون ضروري، لان من بعد غادي تبداو تهزوا في الشريحه راه غادي سميتو ديما الزيت راه كيبقى، ولكن يستحب انكم تاكلوا بالزيت ديالها. بالنسبه للمعجون هو هذا، هانتوما كيف ما كتشاهدوا بعد ما كنطحنوا. المهم انا كنفضلهم يعني على نفسي انا كنفضلوا بهذه الطريقه، وانتم لكم وسع النظر بالنسبه لكل عندي كل شخص اشنو بغى. كاين اللي بغى بالشريحه مفوره بهذا الشكل ما مطحوناش بزيت الزيتون، وكاين اللي بغاها بنفس الطريقه ولكن مطحونه وبزيت الزيتون بهذا الشكل. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. كي قلت لكم نتمنوا الفيديو ديال اليوم ينال اعجابكم ويرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم. وبالنسبه للدواء ديالنا هو هذا دواء طبيعي شعبي، وباش نكون واضح معكم ونكون واقعي معكم بسم الله نبدا براسي انا الاول، نتمنى به الشفاء ليا وليكم ولجميع المسلمين. نبدا براسي وغنوكل بنياتي وما تبقى من العائله اللي معايا، ومرحبا بكم بسم الله. والله العظيم الا واحد لوغو، قسما بالله الا واحد لوغو فيه ما نعاودش لكم، لان ديك الثومه ملي كتفور مع ملي كتطحن مع الشريحه ما كتبقاش تبان، كتولي تبان فيها واحد سبحان الله حلوه بلا سكر. والله القسم الا حلوه بلا سكر. وكنتمنى كي قلت لكم هذا الفيديو يرضيكم ويكون عند حسن الظن ديالكم، ومرحبا بكم مع فيديو جديد ان شاء الله. والعبد اش غنقول لكم، ما كرهتش ناكل هذا القراع اليوم ولكن لا بزاف عليا. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مع فيديو جديد ان شاء الله في قناه الطبخ مع عزيز العبدي.